السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع دوت وانا بقلب كده لقيت dynamoscripts.com، فخلينا نبص عليه بصة سريعة لان هو عامل شوية دينامو كويسة، ممكن حد يحتاجها، ممكن حد يشتريها، او على الاقل يشوف افكار للدينامو ونفهم ايه الفكرة بتاعت الدينامو. الدينامو انت بتعمل برنامج بسيط على الريفت، واحنا عملنا كورس هسيب الرابط بتاعه اسفل الفيديو ده ان شاء الله، ازاي احنا نقدر نبرمج بالدينامو حاجات حلوة في قلب الريفت. نقدر هنا نشتري السكريبت، يعني هو مش عاملها فري، كان فترة كده فري لكن دلوقتي كله بفلوس. ممكن تقول له انا عايز اعمل حاجة معينة فهو يبدأ لك في دايناميك كوليجن ريبورت. تعال نبص عليه مع بعض ونشوف برضو بعض الامثلة للحاجات اللي هو بيعملها. هو بيعمل السكريبت ويحط الفيديو بتاعه بحيث ان حد حابب انه يبص عليه ويتأكد من الشغل بتاعه. يعني على سبيل المثال مثلا راوند دكت ويت، تمام، الريفت ما بيعملهاش، يعني انا لما بحتاجها بعمل لها معادلات في قلب الاسكادول اللي موجود في قلب الريفت، تمام. طيب ان هايد، طبعا عارفين ان هايد في الريفت، بتقول له ان هايد لعنصر عنصر، هنا بقى بتعمل ان هايد كاتيجوري كامله مره واحده. الستير فوليوم برضو يعملها لك. كويك ايزوليت وان فاميلي تايب، يعني انت بتعمل ايزوليت لفاميلي او لكاتيجوري، لا هنا ممكن تختار فاميلي تايب، يعني مش كل الابواب، لا ممكن نوع معين من الابواب. ممكن تعمل دكت اند بايب من الاكسل، عندك المعلومه اكسل هو بيعملها لك. لو دوست هنا من الرابط اللي هسيبه لك اسفل الفيديو تقدر انت تدخل تشوف فيديو كامل للفكره نفسها بتعمل ازاي. هو تقريبا بيعمل فيديو تقريبا تلت ساعه، تمام. هو بيقول لك لو عايز تشتري هتدخل على شوب وتبدا ان انت ايه تشتري الدينامو. هنشوف الاسعار بتاعتها برضو. كوبي بارامتر فاليو، تقدر ان انت تنسخ قيمه من فاميلي لفاميلي تانية. ممكن يكون عندك باب فيه بارامتر معين وانت محتاج، فبدل ما تقعد تعمل كرييت لا تاخده على طول كوبي. كرييت ليجند يوزنج ذا سيلكت اليمنت، تعمل سيلكت وتبدا تعمل منه ليجند. تقدر تصدر الاسكادولات كلها مره واحده، تقدر تضيف انستليشن وتقدر تقول له مثلا السايز كذا يبقى ليه انستليشن كذا. تقدر تحط الليجند في اكتر من شيت مره واحده. فزي ما انت شايف الفكره كلها ان هو بيوفر لك وقت. هنا بتحول الاوتوكاد اوبجكت لريفت اليمنت. تقدر تعمل سيلكت لكل العناصر من خلال الورك سيت. تقدر تعمل فتحات، في واحده هنا بتعمل فتحات. كات وول وذ لينكد ستراكشر، دي برضه توفر لك وقت. شينج ماتيريال، اكسبورت اور ديليت ان كونكت فيتنج، يعني لو في حاجه مش معموله كونكت يبدا ان انت تقدر انت تعمل لها تصدير او ديليت. السبورتات يقدر يعمل لك السبورت. تقدر تشوف الدايمنشن اللي فيها مشاكل، يعني ارسالات الخطا دي هو انه بيحاول ان هو يحلها. نفس تو ريفت، تمام، دي يعني العكس بقى، مش انت تصدر من ريفت لنفس وركس، لا عندك حاجه نفس وركس توديها الريفت. تقدر تعمل كوبي الاليمنت من فيوهات مختلفه، ما بتجيش بطريقه تقليديه في ان انت تعمل السيركت كهرباء بيبقى فيها مشاكل لان هو بينسخها بيلاقي عناصر مختلفه فبيرفض. ريموف سكوب بوكس، السبرينكلر ديستنس تشيك، يبدا ان هو يفحص المسافات بين السبرينكلر. دي حاجه مهمه جدا لازم نقف عندها، ان هو بيطبق الكود، يبدا يشوف ان الكود هل في مسافات يعني المفروض ان انا اسيب مثلا مسافه قد كده بين السبرينكلر والسبرينكلر والسبرينكلر والحائط، لو انا اتعديت المسافه دي كده في منطقه غير مغطاه، فهو يبدا ان هو ينبهني ليها، فدي ممكن اشتريها، تمام. دي فكره الدينامو، ان انا اعمل حاجه تكون مش موجوده في البرنامج، يعني البرنامج بيعمل لي خطوه 1 2 3 لكن الحاجه اللي انا عايز اخصصها مش موجوده فانا اقدر ان انا اعملها. كرييت تايلز، تقدر تصدر الاكسل وتسحبه تاني. كيبل تري كليرنس، هل الكليرنس اللي موجود ده مسموح بيه ولا لا؟ فدي الفكره بتاعته. دي لو انت عايز تشتري المجموعة بتاعت الام اي بي ب40، اعتقد ده المسترليني، تقدر تاخد كلهم ب70. الديناميك ريبورت، كل حاجة بتلاقيها عامل لك ليها فيديو بحيث ان انت تشوف النتيجة اللي هتظهر، وبيشرح لك الدينامو
بس طبعا هو عايزك تشتري، ف نخلي بالنا من النقطه ديت. يعني ما تتوقعش ان هو بيشرح عشان انت تعمل حاجه، لا هو بيشرح عشان يعني تقدر تستخدمه بعد كده. تمام، هو زي ما انت شايف في حدود 12 دقيقه بيشرح كل حاجه، كل داينامو بيشرح تقريبا في 12 دقيقه او يعني من 10 ل 15 دقيقه. تمام، ده بيطلع لك بقى ريبورت كل كلاش موجود فين والحاجات دي كلها وعددهم، وتقدر ان انت تفلترهم. واول ما تحل كلاش هو اوتوماتيك بيبدا يعدل لنفسه، فده بيعمل لك ريبورت للكلاشات ممتاز، وتقدر تحط الكومنتات اللي انت عايزها. فهتلاقي ده حاجات كتيرة جدا اهو، والداينامو موجود تقدر تبص عليه سريعا. يا ريت ناخد الفكرة ونعمل زيها، يعني لو انت مش هتشتري ممكن لو انت بتفهم في الداينامو حطينا لك افكار كتيرة تبدأ ان انت تعملها.